السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض سعي البحرين الدائم لتأهيل المزيد من الكفاءات البشرية في القطاع الصناعي بالابتكار على الابتكار وتسخير التكنولوجيا المتطورة. جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة افتتاح أعمال منتدى الابتكار من أجل الصناعة على هامش فعاليات معرض الخليج للصناعة 2016. وقد ناقش المشاركون في المنتدى مواضيع الابتكارات الحديثة في مجال الصناعة والأمن المعلوماتي وبحث الأساليب المبتكرة لنمو المنتجات ذات القيمة الصناعية المضافة. وتخلل المنتدى تسليم جوائز آيتك لأفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات بما يخدم قطاع العمال. معروف عن الشباب البحريني وطبعا من فترات طويلة في المنطقة ككل انه هو شباب متعلم دائما يحب التعليم والتدريب وفي نفس الوقت عنده الحس الابتكار والابداع. فطبعا التقنيات الحديثة تسمح لتوسعة الابتكار هذا والابداع. لا ننسى ان دائما التكنولوجيا تكون هي في الامام، دائما نحاول نستغل التكنولوجيا أساس تساعد في عملية التدريب وفي عملية الإنتاج نفسها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين اليونيدو عن تنظيم منتدى رواد الأعمال الشباب بنسخته الأولى في المملكة ولأول مرة ضمن دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، وبالتعاون مع مجموعة أوريغين والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة العلوم التطبيقية. وستتضمن فعاليات المنتدى عدة جلسات تستعرض تجارب ونجاحات رواد الأعمال من داخل البحرين وخارجها، إضافة إلى تعريف الشباب بالمراحل التي يمر بها رائد العمل المبتدأ وما يمر به من عقبات ومصاعب وكيفية تخطيها لتحويل المشروع إلى قصة نجاح. كما سيشهد المنتدى عقد ورشة شبابية مكثفة على شكل مجموعات تركز على أهم مهارات مشاريع ريادة الأعمال كالهوية ومهارات التواصل. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 22 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 414,758 سهم بقيمة إجمالية قدرها 62,388 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 31 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 61% من القيمة الإجمالية للأسهم.